مشاهدي قناة شوف تيفي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد من عاصمة دوكالا مدينة الجديدة، والحديث دائما عن الوضع الوبائي، الحالات المؤكدة على صعيد المملكة المغربية. فتسجلت خلال 24 ساعة الماضية 1956 إصابة جديدة بفيروس كورونا، عدد الوفيات كانت حالة واحدة، المتعافون 1093 حالة، يعني هادو بالنسبة للمتعافين. بالنسبة لمعدل الفتك فتسجلت خلال 24 ساعة الماضية 1.4%، نسبة التعافي كانت 97.8%. بالنسبة للكوفيد الخطير فيوم أو خلال 24 ساعة الماضية تسجلوا 4 ديال الإصابات جديدة في فيروس كورونا، باش كيرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات المتكفل بها إلى 47 حالة. بالنسبة للحالات تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي خلال 24 ساعة الماضية يعني 0 حالة، باش كيبقى بذلك إجمالي الحالات تحت التنفس الاصطناعي هو 7 ديال الحالات. بالنسبة لمعدل ملء أسئلة الإنعاش المخصصة لكوفيد 19 بلغ 0.9%، وغادي نعطيكم الأرقام اللي كتهم مختلف جهات المملكة المغربية. فعلى الصعيد الوطني جهة الدار البيضاء ستات كانت هي الأعلى، يعني أعلى الأرقام كانت بهاد الجهة، واللي بلغت 774 حالة وما كانت بها أي حالة وفاة. في الدار البيضاء تسجلت بها 644 إصابة جديدة بفيروس كورونا، المحمدية 37، نواصر 32، مديونة 18، ستاد 16، برشيد 14، الجديدة 12، بن سليمان حالة واحدة. بالنسبة لجهة الرباط صالة القنيطرة كانت هي ثاني جهة على صعيد المملكة المغربية، وتسجلوا بها يعني 577 إصابة جديدة بفيروس كورونا وما كانت بها أي حالة وفاة. فالرباط 251 إصابة جديدة بفيروس كورونا، سالة الصخيرة تمارة 148 إصابة جديدة بفيروس كورونا، سالة 138، القنيطرة 26، سيدي قاسم 5، سيدي سليمان 5، الخميسات 4. بالنسبة لجهة مراكش أسافي تسجلت بها 201 وكانت حالة وفاة واحدة وهي اللي تسجلت على الصعيد الوطني، وكانت بمراكش. فمراكش تسجلت به 139 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة، شيشاوة 25، رحامنا 16، يعني رحامنا 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا، الصويرة 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا، أسافي 5 ديال الإصابات، الحوز 4. جهة فاس مكناس 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مكناس 44، تازة 10، تاونات 4، صفرو 4، مولاي يعقوب 4، إفران 2، الحاجب 2. بالنسبة لجهة طنجة تطوان الحسيمة تسجلت بها 82 إصابة جديدة بفيروس كورونا، طنجة أصيلة 49، المادية قرنيطة 11، تطوان 7، وزان 5، الحسيمة 5، العرائش 5. جهة سوس ماسة تسجلت بها 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا، أكادير إدة تونان 33، تروديان 10، إنزقان أيت ملول 8، تيزنيت 3، شتوكا أيت بها 1. جهة درعا تافيلات تسجلت بها 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ورزازات 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا، راشدية 10 ديال الإصابات جديدة بفيروس كورونا، تنغير 5، ميدلت 4، زاكورة 2. جهة بني ملال خنيفرة تسجلت بها 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خريبقة 11، بني ملال 7، الفقيه بن صالح 3، خنيفرة 1، أزيلال 1. جهة الشرق تسجلت بها 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وجدة أنقاد 5، بركان 4، تاوريت 2، ناظور 1، فيقيق 1. جهة العيون الساقية الحمراء تسجلوا بها 5 ديال الإصابات جديدة بفيروس كورونا، واد الذهب 4. جهة قلميم واد نون تسجلوا بها 2، كانت بمدينة طنطان. وكنشير ونأكد للذين التحقوا بنا اللحظة بأن الوضع الوبائي على الصعيد الوطني فكان مرتفع خلال 24 ساعة الماضية، فالحالات المؤكدة المسجلة 1956 إصابة جديدة بفيروس كورونا، الوفيات حالة واحدة، المتعافون 1093، يعني كانت أرقام مخيفة، أرقام
اللي عاود كتطلع ثاني. فكنتمناو من جميع المواطنات والمواطنين يتاخذوا الحيطه والحذر، يعني الوباء مازال كاين. 1956 ماشي سهله، يعني عدد كبير ديال الكورونا، وبالتالي الحيطه والحذر واجبه على جميع المواطنات والمواطنين. بهذه الارقام مشاهدينا كنهيو هذا المباشر على امل لقاء بكم ان شاء الله في مباشر اخر. دمتم في رعايه الله والى اللقاء.